السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير، أخوكم محمد أبو حمزة جابر عفرات الكرام. تاريخ تسجيل فيديو اليوم الأحد 25/7/2021. مثل ما أنتم شايفين يا جماعة الخير، الخلفية تعليمات معبر باب الهواء، المعبر الأخير اللي نزل تعليماته، تمام يا جماعة الخير؟ أنا لخصتهن كتابيا، حاليا راح أمليها عليكم. فترة العودة من زيارة عيد الأضحى تبدأ ب 26/7/2021، يعني بكرة، وآخر يوم للعودة 31/12/2021. هذا معبر باب الهواء اللي نزل زيارة عيد 2021 يا جماعة الخير. الوثائق المطلوبة من كل مسافر، هذا البند الثاني، جواز سفر أو كملك، طبعا الكملك يعني كملك 99، ورقة الحجز التركي، وبطاقة المسافر اللي بيها الموعد أخذتوها من طرف المعبر. رحلة عودة تبدأ، رحلة العودة من مركز انطلاق معبر باب الهواء الطرف السوري. موعد العودة يجب الالتزام بموعد العودة لكل مسافر، يعني أنت أخذت موعد التزم بموعدك أفضل. طبعا المتخلفين راح ينزل رابط مثل ما هم ذاكرين معبر باب الهواء، اللي يتخلف عن موعده مثلا يأخره مثلا أو يقدمه، في رابط راح ينزل. تغيير موعد العودة لاحقا سيتم نشر رابط، يمكن المضطرين من تغيير موعد العودة. القاصرون يجب أن يكونوا برفقة الأب والأم، شخص قاصر عمره تحت 18 ما راح يدخلونه إلا برفقة الأب والأم أو الوكيل اللي معه الموافقة. أطفال حديثي الولادة، النساء الحوامل اللي نزلت من معبر باب الهواء يا جماعة الخير لقضاء إجازة العيد، أخذوا معهم موافقة أو تقرير طبي من المشافي التركية في داخل التركي، تمام؟ وولدت في الداخل السوري لازم تجيب شهادة ولادة من المشفى اللي ولدت فيه داخل سوريا، بالإضافة للتقرير الطبي اللي أخذته من الداخل التركي قبل ما تنزل زيارة عيد. النظام بصمة العين، لا يمكن عبور أي مسافر باستخدام وثائق مسافر غيره. ديروا بالكم، في ناس يقول لك أخي أنا أبيعك أوراقي أو المكتب الفلاني يبيعك الأوراق وأورجينال وما بعرف إيش، ويصير يساومك وأنت تصدق، يعني هذا الأمر غير 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 متاح. ديروا بالكم، راح يعني اللي يخالف هذا الأمر راح يسألونه قانونيا، احتمال فيها سجن، احتمال فيها عقوبة، لأنه في بصمة عين يا جماعة الخير، تمام؟ تلف أو إضاعة الأوراق الحجز، اتراجع معبر إدارة معبر باب الهواء الطرف السوري مشان تسوية أموركم. كملك المواطن أو اللي عليه كود أو اللي سلم كملكه أثناء هاي الفترة ونزل طوعيا لن يتمكن من العودة إلى تركيا. عدد الحقائب مسموح بها، أدواتك الشخصية التي لا تزن التي تزن أقل من 10 كيلو. أي تعليمات معبر باب الهواء، هاي أنا سجلتها أيضا يا جماعة الخير، هاي فيها تفصيل يعني فصلتها أكثر مشان الناس تعرف إيش الشروط، تمام؟ جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. هذا الكلام هذا كله راح أتركه بصندوق الوصف لقناتي على اليوتيوب. تاريخ تسجيل الفيديو كرر مرة أخرى 25/7/2021 قبل بدء العودة من الأراضي السورية إلى الأراضي التركية بيوم واحد، غدا الاثنين يبدأ العودة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي سؤال أي استفسار اترك تعليقك أسفل الكومنت أسفل الفيديو.